الحديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وأما دليل العقل فإن العقل السليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يظن بأن الله الخالق العظيم الجبار أن يكون بين خلقه، أو أن خلقه قد أحاطوا به، أو أنهم قد أضلوه، فإن هذا لا يدل عليه العقل السليم الصحيح. والذي جعل هؤلاء يقعون في هذا المأزق أنهم قاسوا الله عز وجل بخلقه، وهذه هي مزلة كثير من أصحاب الفرق، إذ قاسوا الله عز وجل بخلقه، فما يجوز للمخلوق لا يعني أنه لا يجوز في حق الخالق. ولذا قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أخذنا بهذه القاعدة وهي قاعدة قوله تعالى ليس كمثله شيء، علمنا أنه جل وعلا لا يقاس بخلقه، فكيف يقاس الخالق بالمخلوق؟ فهو جل وعلا لا يقاس بخلقه، وذلك لأنه عز وجل قد اتصف بصفات الكمال، ومن صفات الكمال العلو. ولذا يفرق العقل بين العلو وبين السفل، فالسفل عند العقل صفة نقص، وأما صفة العلو فهي صفة كمال. ولذا لما اختلت تلك العقول قال بعضهم وهو بشر المريسي كان يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، فضاق قلبه وعقله عن إدراك إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل.